فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين شد الرحال لطلب العلم في المساجد وبين شد الرحال للقبور، وكلاهما عبادة؟ طلب شد الرحال لطلب العلم، شد الرحال لزيارة الأقارب، شد الرحال للتجارة، كل هذه أمور جائزة ليست عبادة. هذه ليست من التجارة، ليست من العبادة، وإنما هي لطلب الرزق. شد الرحال لأجل صلة الأرحام، شد الرحال، إنما الممنوع أن تشد، أن تسافر لأجل أن تعبد الله في بقعة خاصة غير المساجد الثلاثة. ما ورد هذا، أنك تسافر لتصلي في ماء المسجد الأموي مثلا في الشام، المسجد الأموي، أو تسافر لتصلي في مساجد العراق التي كان السلف يصلون فيها، ما ورد هذا، إنما ورد في المساجد الثلاثة فقط. فلا تشد الرحال لأجل العبادة في المكان خاص، في المكان الخاص، إلا للمساجد الثلاث، وما عداها فالأرض كلها سواء، اعبد الله، اعبد الله في أي مكان. وأما ما عداها من المقاصد فهذا لا يدخل في هذه المسألة. سافر للتجارة، سافر لطلب العلم، سافر لزيارة الأقارب، سافر لأي غرض مباح، ما في مانع، إنما أن تسافر لأجل أن تعبد الله في مسجد خاص أو بقعة خاصة، هذا لا يجوز. نعم.